النشرة الرياضية المفصلة من الميادين، أهلا بكم. الصين تجرد إيران من لقبها وتتأهل إلى نهائي بطولة آسيا لكرة السلة المقامة على أرضها، والفلبين تحاول مجددا خطف اللقب. منتخب التنين ضرب موعدا مع فلبيناس الفائزة على اليابان ب81 نقطة ل70. المنتخب الصيني تسيد اللقاء منذ الانطلاق، وأدى العملاق جيان ليان دورا حاسما بتسجيله 13 نقطة و8 متابعات و4 صدات. صمد نيخا بهرامي كان الأفضل إيرانيا مع 18 نقطة. لبنان رد الدين لمنتخب قطر وأقصاه عن المنافسة على المركز الخامس. رجال الأرز استفاقوا من صدمة الخروج أمام الفلبين في الربع النهائي، وقدموا مباراة كبيرة في مواجهة العنابي. 3 نقاط فقط رجحت كفة رجال المدرب فاسلين ماتيتش، فأنهوا المباراة ب89 نقطة مقابل 86. تألق من الجانب اللبناني وائل عرقجي بإحراز 21 نقطة، فيما أحرز كلينتون جونسون 29 نقطة للعنابي. لبنان ضرب موعدا مع كوريا الجنوبية في مباراة تحديد المركز الخامس. إدارة ريال مدريد تكرم كريستيانو رونالدو بعدما أصبح الهداف التاريخي للمرينجي. الحفل الذي أقيم في ملعب سانتياغو برنابيو حضره اللاعبون وأعضاء الجهازين الإداري والفني. النجم البرتغالي كان قد تخطى الرقم القياسي للأسطورة راؤول غونساليس بعد تسجيله الهدف الرقم 323 خلال مواجهة مالمو السويدي في دوري أبطال أوروبا. رونالدو أحرز أهدافه خلال 308 مباريات، أي بمعدل أكثر من هدف في كل لقاء. والآن إلى جولة الصحافة مع أمان مهنا. شكرا لك عبد الرحمن وأهلا بكم. نبدأ من إسبانيا. رقم رونالدو القياسي كان محور الصحف المدريدية. صحيفة ماركا على غلافها كتبت: تحية إلى كريستيانو، حصل رونالدو على سعادة زملائه في غرفة خلع الملابس عقب مباراة مالمو، والنادي يكرمه في البرنابيو بسبب هدفه 324. زميلتها أس كتبت عن الدربي وعنونت: الكالدرون يستقبل 500 مشجع لريال مدريد في الدربي. اليومية أكدت أن قوات الأمن كلفت 1000 جندي لتأمين معقل فريق أتلتيكو مدريد الذي سيحتضن لقاء، وتم تحديد عدد جمهور ريال ب 500 بدلا من 600. الصحف الكتالونية كتبت عن الكرة الذهبية على غلاف موندو ديبورتيفو، تقرأ: اف سي بالون دي اورو، العديد من لاعبي البرشا مرشحين لجائزه الكره الذهبيه، ميسي، سواريز، نيمار، انيستا، ماسكيرانو، برافو، وراكيتيتش من بين افضل 59 لاعبا مرشحين للكره الذهبيه. ننتقل الى الصحف في انجلترا ايضا التي تحدثت عن الكره الذهبيه، ولكن تناولت ترشح الكولومبي دافيد اوسبينا بشكل خاص. ميرور كتبت ان شبكات التواصل الاجتماعي غصت بتغريدات سخريه حول ترشيح حارس ارسنال الى جائزه البالون دور، وعرضت اليومية بعض التغريدات من موقع تويتر. نبقى في إنجلترا. ديلي ميل كتبت: جماهير دورتموند تشتبك مع عناصر مكافحة الشغب اليونانية، ورجال توماس توخيل يحافظون على انطلاقتهم النظيفة. وأيضا الشرطة اعتقلت 8 مشجعين ولم يسجل وقوع إصابات. نختم من إيطاليا. صحيفة لاجازيتا ديلو سبورت عنونت على غلافها: بوفون خارج قائمة البالون دور، حارس كبير خارج اليوفي، والإبقاء على 6 لاعبين، سحر موراتا وديبالا في دوري أبطال أوروبا، طفرة في الفيولا، والبرتغالي روسي يكتفي بالابتسامة. وأيضا خسارة سانتيتيان ب9 لاعبين من أوجيني وبيكيليا لاتسيو. ونقلوا أيضا زينجا ضد مانشيني، قصة أساطير حكمة إيطاليا. مع هذه الصحيفة الإيطالية نختم الجولة الرياضية الصحفية، وعودة إليك عبد الرحمن لاستكمال النشرة. شكرا لك يا أماني. الإنتاج السينمائي هو الهدف التالي لسائق الدراجات النارية خورخي لورينزو، وأول أعماله المشاركة في تمويل وثائقي نادي برشلونة. انشغاله بعالم السرعة لم يثنه يوما عن متابعة أخبار فريقه المفضل. ابن جزيرة مايوركا أسهم في إنتاج الفيلم إلى جانب وسائل إعلامية عديدة، وسيعرض في إسبانيا ابتداء من 9 من الشهر الحالي. 4 أعوام هي مدة الإعداد لهذا العمل، وتحديدا منذ إحراز البارسا السداسية التاريخية عام 2010 حتى عام 2014. بارك دي برانس برسم البيع. أهم المواقع الفرنسية قد يصبح ملك شركة قطر للاستثمار. كل التفاصيل في التقرير التالي.
دخلت الأموال القطرية إلى باريس سان جيرمان واستثمرت ملعب بارك دي برانس 30 عاما. اليوم بات الهدف امتلاك معقل بطل فرنسا، والمفاوضات أخذت منحا جديا مع بلدية العاصمة باريس. رئيسة البلدية أن إيدالغو تخوض المفاوضات مباشرة مع رئيس النادي ناصر دخليفي، والمعلومات الصحفية تشير إلى أن السيدة الإسبانية الأصل لا ترضى بأقل من 100 مليون يورو. رقم لم يأتي صدفة، لأن مساحة الملعب تبلغ 17,000 متر مربع، ويقدر ثمن الأرض في شارع القائد جيبو موقع الملعب ب 5,000 يورو للمتر المربع الواحد. حسابيا يجب أن يكون السعر 85 مليونا، لكن البلدية تعد حديقة الأمراء المكان الأجمل، لذا رفعت القيمة أكثر ب 15 مليونا. دخول الأموال القطرية إلى الأراضي الباريسية ليس جديدا، وشراء البارك دي برانس في حال تمت عملية البيع سيكون أحد الصفقات التي بدأت عام 2009 مع استملاك أحد المصارف في الشانزليزيه، فندق لوفر وغيره من المعالم السياحية. قبل 6 أعوام أصدر البرلمان الفرنسي بندا يعفي من الضرائب على الممتلكات الثمينة، ما يشجع على شراء الملعب وهو أحد أهم معالم العاصمة الفرنسية. اللافت أن شركة قطر للاستثمار تعمل على توسيع الملعب ليتسع إلى 60,000 شخص، ما يعني أن السعر سيرتفع مستقبلا لتتضاعف قيمته بحسب الخبير الاقتصادي جون باسكال غايون. في الكرة اللاتينية تخطى ديفنسر سبورتينغ ضيف هولانوس الأرجنتيني في إياب ربع نهائي كأس أندية أمريكا الجنوبية. احتاج صاحب الأرض إلى ركلات الترجيح لضمان تأهله بعد فشل الفريقين في هز الشباك خلال مباراتي الذهاب والإياب. ب5-3 حجز النادي الأرجوياني مقعده في الدور المقبل ليضرب موعدا مع ممثل آخر للكرة الأرجنتينية أوراكان الفائز على ريسيفي البرازيلي. ركلات الترجيح حسمت تأهل تشابي كوانسي البرازيلي إلى ربع النهائي بعد التعادل بهدف وحيد مع ضيفه ليبرتاد الباراغواياني. الزائر لم يستغل حالة الطرد عند البرازيليين في بداية الشوط الثاني، ليلجأ الفريقان إلى ركلات الترجيح وتصب في مصلحة صاحب الأرض ب5-3. تشابي كوانسي سيواجه في الدور المقبل ريفر بليت حامل اللقب. في البرازيل تأهل سانتوس إلى المربع الذهبي لمسابقة الكأس بعدما تخطى ضيفه فيغيرينسي في إياب ربع النهائي. ب3-2 حجز صاحب الأرض بطاقة نصف النهائي، علما أنه دخل المباراة وفي جعبته هدف وحيد من لقاء الذهاب. المهاجم جابرييل افتتح التسجيل في 21، وضاعف النتيجة زميله ماركينيوس جابرييل بعد 7 دقائق. نيتو بيرولا أطلق رصاصة الرحمة بتسجيله الثنائية قاد فيها سانتوس إلى المربع الذهبي. بطريقة غريبة اعتدى أحد لاعبي سنترو دومينغويتو على الحكم المساعد خلال مباراته في مواجهة فيكتوري بويز. المباراة التي أقيمت في جزيرة كوراساوا الكاريبية احتسب خلالها الحكم رمية تماس لفريق دومينغويتو. فجأة انقض اللاعب أورفيل بارنيت من فريق فيكتوري على حكم الراية وبرحه ضربا دون معرفة السبب. الشرطة المحلية تدخلت على الفور واعتقلت اللاعب، ومن المتوقع أن يفرض عليه اتحاد كرة القدم عقوبة قاسية. وإلى هنا نصل إلى ختام النشرة الرياضية المفصلة قدمناها لكم من الميادين. لمزيد من أخبار الرياضة الميادين.net. إلى اللقاء.